هلا وغلا، هلا وغلا، وعليكم السلام ويسعد هالمساء. هلا أوس وجيجي وعبدو، هلا محمد، هلا أسماء فورماكس قوة مفرطة، هلا سارة وميسة وأمينة وصفاء، هلا يوسف تأخرت اليوم، هيا الله ثودة، هلا آغا يسعد فيصل، هلا عبد الرحمن، هلا فارس. والله الحماس مش طبيعي، والله الحماس مش طبيعي، لساعة بركض في البيت. اسم الله الشات سريع، حيا الله شروق، مش ملحق، حيا الله زكي. اللي ما لحقت عليه يرجع يكتب. هلا أحمد جيمر، فهادي كيفش؟ اليوم بدي أظهر ركض. اليوم بدي أظهر بسرعة. هلا عز، هلا ريلاكس. يسعدك يا وردة، هلا ضياء وممير. رورونا. أنا بخير، أنتوا شلونكم؟ هلا ممير. وك احلى رواد واحلى تشارت جيمر، هلا عمر، هلا جوست، هلا جوست باتل فلاي، هلا تركش، وليد مرواني. إلي نص ساعة بركض في البيت، بعرفش ليش. تتوقع نشوف جزء تاني جوست في سوشيما؟ واحدة من الإشاعات كانت هاي، والله واحدة من الإشاعات. يا ريت، جوست في سوشيما من أقوى وأحلى الألعاب، بتجنن. هلا أم وليد وبلاك ومنتظر، والله الحماس فلافل طازة طالع هالجيت من القلاية. حي الله كوائي، وك حي الله ظفيري، احلى عبد الله، طمنا عنك يا معلم، شكله وضعك تمام، الحمد لله العملية تمام صح؟ انا مطقم مع الخلفية الزرقاء طبعا بالحظ. بس انه شايف مطقم مع الخلفية عشان ابين بس راس. هلا ابو سمره وعتريس، شايف مطقم مع اكوما من ستريت فايتر. هلا ام كي اس مطقم. هلا حسين علي، هلا ايهاب. ما قراتش سؤالك. انا متفق مع سوني، هذا بزيد احتمالية انه توقعي لتاريخ اصدار سايلنت هيل 2 ريميك يزبط. شو دخل البلوزة باللون بالحدث مش عارف، بس بجوز. انا متوقع تاريخ اصدار 21/9، مدري ليش، احساس. بس بالاخر سايلنت هيل 2 ريميك اصلا كلها مش راح تظهر بالحدث. هلا فاروق، هيا الله صافو، بعرفش قديش مدة الحدث، ما بعرف. هلا مين؟ هلا ديكستر، ممكن نستعرض إضافة إيدا؟ إن شاء الله، إن شاء الله. كابكوم والإيفنتات تبعت سوني صحبة، وكتير من أخبار كابكوم الأبديتس بتكون في الإيفنتس تبعت سوني، شوكيس، ستيت أوف بلاي، فإن شاء الله، إن شاء الله. يعني إذا تاريخ إصدارها خلينا نقول قريب، يعني خلينا نقول آخر السنة، فعندهم هذا الحدث ممتاز. إذا ما كانش بهذا، على الأغلب بتبع الصيف، هذا سامر جيم فيستيفال. هلا أنفل، هلا يوسف رضا، يحيى، روتشيل، أرك. حتنزل في شهر أكتوبر عشان الهالوين. ما أظنش اليابانية بيهتموا بهذا الموضوع، والله أعلم. يعني هي اللعبة شركتها الأم يابانية كونامي، وكابكوم ما أظنش موضوع الهالوين بيفرق معهم. اللعبة مش أمريكية بتهيألي، ما أظن موضوع الهالوين بيفرق معهم، الله أعلم. هلا فيرجل، عبد الرحمن، في ترجمة عربي؟ لا والله، بس إنجليزي. تتوقع في جي تي اي 6؟ وال هلا انا مش كتير فان لجي تي اي بشكل عام، بس جي تي اي 6 كم سنه قلنا بنسمع عنها، في محض الاشاعات، زي سايلنت هيل على فكره. جي تي اي 6 تقريبا زي سايلنت هيل، اختفت او اخبارها بس اشاعات، والله ما بعرف. اتمنى، لانه حرام والله الفانس تبعين جي تي اي، يعني حاسسهم متأملين كتير أو بيستنوا هذا الموضوع. أتمنى، لأنه حلوة الفرحة، حلوة الفرحة.
مش حلوة الفرحة تكون احتكار. والله أتمنى نشوف تويتر والسوشيال ميديا من جنة عشان جي تي اي 6 إن شاء الله. قرأت قبل شوي خبر إنه إشاعة طبعاً إنه رح يكون في ريماستر لسلسلة ميتل جير. وك أحلى كريس، على فكرة كريس منيح اللي إجيت ويسعد مساك ويسعدك على الدونيشن كريس الجميل. لا تواخذني، الستريم اللي فات انت عملت دونيشن وانا ما علقته، هيو عندي مبين. يسلموا ايديك على الدونيشن في اخر الستريم اللي فات، بس انت شفتني في الستريم اللي فات كيف كنت ضارب اخماس في اسداس وكنت دي انكش شعري. فيسلموا ايديك يا جميل على الدونيشن في الستريم اللي فات والدونيشن في هذا الستريم. واحلى مساء بروستد حراق ولا عادي. احلى ميرك، احلى 5 شهور، واحلى منتسب في برافو تيم. ان شاء الله رح نجرب المود ان شاء الله، بس حاليا في كتير اشياء جديدة. يعني انا مفكر ان شاء الله بعد الحدث نجرب ديمو امنيجا، الديمو تبع امنيجا ذا بونكر والديمو تبع لايرز اوف فير، نجربهم مع بعض. حيلا ايفا، حيلا شناوي، واتساب كوكي، سلمت جيمز، ركابي، واتساب احلى هونك 6 8 3. على فكرة 6 8 3 تبع هونك هذا الرقم الوظيفي، فضايح أنا. هلا بيجي لي كمان رقم، على فكرة هذا الرقم نمرة إجره. مثلا حدا رقمه مثلا زعبلة الأولى 45، 45 هذا نمرة إجره للزلمة. ما حدا يحكي لي أسرار عمي، أنا عطول بفضح، أنا ما بتبلش في بقي فولة عطول بحكي. تتوقع Bloodborne 2؟ بعرفش إذا شفت الفيديو اللي عملته قبل أكم من يوم. من ضمن التوقعات نزلت فيديو على القناة الأساسية. نزلت فيديو على القناة الأساسية توقعات 5، واحدة منهم كان Bloodborne 2. والله أتمنى يا ميمير. هلا إمزي، هلا روجندا، إتش إس، كايد، ويتوب، أحلى وتشيها. خلصت امتحانات، حاسك تمتحن من 2020، حاسك لك 4 سنين بتمتحن، 3 سنين هلكتنا شوين، ايش في؟ والله منورين، يسعدكم. اوه لا تنسوا اللايك، ها تنسوش اللايك. تعرفوا من اكثر الشغلات اللي بحبها في الحدث تبع سوني هاي الفترة، بحطوا كتير مقاطع محمسة، ما في مقطع بعيد وبزيد مقاطع موسيقية، لا بيعملوا هيك هايب قبل ما يبلشوا. لسه ما خلصت امتحانات هلكتنا. هلا مسلم، سعود رويلي، بشاير، واتساب، تركماني، كريبي، اتوقع يمكن سالت هيل 2 اعلان جديد، سبايدر مان 2، ديمو فاينل فانتسي 16، ديث ستراندينج 2، ومثل جير ريميك. ما في للأمانة ما أدري إحساس، أنا مش حاسس برضه لمثل جير. أصلا كنت أسأل، بتفضلوا يكون في ريميك لمثل جير 3 هاي الإشاعة القديمة، ولا ريماستر لأول 3 أجزاء؟ أنا بفضل ريميك، أفضل ريميك، عشان بركي بالريميك خففوا المشاهد، خففوا الكات سينز وصار إلي نفس ألعبها. حيلا سي 1 ساسا، احلى سي 1. ايفا ما شفت سؤالك. هالاكس بوركا، كردي، ريميك افضل. انا بدي بالريميك يخفف مدة المشاهد، لانه هذا الاشي هو اللي يعني هذا الاشي هو اللي زعلني من السلسلة صراحة، هو اللي خلاني اوقف وما اكمل موضوع المشاهد الطويلة، لانه طفيت من المشاهد. وأعتقد لو كان في ريميك موضوع المشاهد هذا كتير رح يخف، لأنه في بيصير مواكبة للعصر، وإحنا حاليا في عصر السرعة بزيادة. الله أعلم. هلا برجر رز. برجر رز. في وزارات تحفة. برجر رز.
في اشاعه يا علاء على فاينل فانتسي 8، لا مش 8 9، ايش في بلش قدام اضع الاربع دقائق، في اشاعه لفاينل فانتسي 9 تعين داجر وزيدان وفيفي، مش عارف اذا صح ولا لا، والله يا ريت. بس بقول لك مش ريميك زي 7، اخف وطأة، مش مهم، بس هيك شفت اشاعه قرات يعني. هلا كويتي جيمز، كنت اسالك في حدث كثير ابو 30 دقيقه ما شفت ناس متحمسه ايه، فسؤالك بيطير قاعد. ليش الناس متحمسه؟ محبه بالنهايه سوني يعني شركه مش هينه، عناوينها حلوه، ايفنتاتها في اغلب المرات بتكون حلوه، يعني اذا ما عجبك خبر ممكن احتمال كبير يعجبك الثاني، يعني عندها جزئيه ارضاء اللاعب بشكل كويس، فعشان هيك. هلا عبد الكريم احلى ناتسو، عبد الكريم متحمس لسايلنت هيل صح؟ يس. هلا اورل، حنشوف ريماستر لجي تي اي 5. ناقصها هاللعبة، ناقصها كونتنت. أنا أهم إشي عندي إنه أوكي توقعوا وتحمسوا وأنا متحمس وعملت فيديوهات على القناة الأساسية، إشي توقع للبلاي ستيشن للمؤتمر، إشي فيديو خاص لسايلنت هيل، بس يعني لازم تفصل بين إنه إذا ما صار إشي لا تحبط، في ناس بتحبط وبتزعل وبتحرد، لا هيك يعني حاول تفصل، يعني خلص اذا ما صار اشي او ما لقيت اللي بدك اياه عادي كمل حياتك ويومك عادي يعني. ان شاء الله اضافة ايدا. هلا بودي، هلا مي، ايش السالفة؟ اي حدث؟ كمان دقيقتين في حدث لسوني رح يبلش، الكل متحمس له لانه المفروض رح يكون في تحديثات لعناوين العاب مهمة، المفروض بس الحدث كم مدته مش عارف والله، بس ما اظنش اكتر من ساعة. هلا مشراق، اعتقد رح نشوف العاب لميكي ماوس، رح نشوف لعبة باربي رح ريميك، رح نشوف سايلنت هيل فيرسس باربي فيرسس سب زيرو، هذه إشاعة، رح نشوف ريزيدنت ايفل ري ايماجين مع ميكي ماوس رح يكون البطل، يعني بتعرفوا هالأشياء. رح نشوف جي تي اي ذا ديزني اديشن، جي تي اي ذا كارتون نتورك اديشن، هذه مني خاص. بلشت اسرح انا. ايوه كونامي يوغي ريماستر ريميك ري ايماجين اندرسكور ات هوت ميل دوت كوم، حسوا ايميل هذا صار. حلقه ناص، اهلا وليد 99، هلا فومي، بعرف يا هونك، قرأت الخبر للأسف، بعرف. شو جزءك المفضل من Resident Evil؟ جاوبت على هذا السؤال كتير، أنا عندي 2 كلاسيك الأقرب إلى قلبي، فيش عندي جزء، يعني أغلبهم زي بعض، بس عندي 2 كلاسيك لأنه أول جزء ختمته لحالي بدون ما أكون خايف، أوكي أنا ختمته بالنهار جنب أهلي، مش بالليل، بالنهار، ركز على بالنهار لأني كنت كتير خايف. بس ختمته. هلا معاذ موسى يسعدك، شكرا على السوبر شات. هلا مانستر، اسامه صافي، محمود، اشلي ريميك. بيخلي شعرها اسود بدل اشقر. هلا ريس، هلا اهلنا بالجزائر، هلا ايمن، الحدث المفروض يبدا هلا. هلا سعد ريدفيلد، امنيجيا الجديدة مرتبطة بالجزء السابق؟ والله ما بعرف للأمانة، ما عندي أي فكرة، قبل شوي نزلت الديمو، ديمو امنيجيا وديمو لايرز اوف فير، قبل شوي لسه يعني قبل الحدث بربع ساعة. سترينج عمك بيشتغل في سوني عبد الله؟ عجد بتحكي ولا بتسرح فينا؟
Let's do this. محمد اليوسف نبغى مراجعة فلسطة الإيفر ديكي ماوس. بلشنا يا محمد. This program contains mature content that may not be suitable for all audience. انتبهوا محتوى كما زال 18. محتوى للبالغين العاقلين اللي عقلهم رزين. حاسس حالي بحضر حفلة لمطرب. حاسس كمان شوي رح يطلع لي فرقة لينكن بارك ويغنوا. حيطلعوا لي بريكنج باد. بريكنج باد قال بريك. شو اسم الفرقة؟ Oh my god, I don't know. نسيت. اوكي حصرية بلاي ستيشن هاي. You wanna know about us? Seems like everyone does these days. It's simple. Too much money and too much power is held by just a few people. And it's only getting worse. So, we decided to do something about it. Let's go. Haven استوديو جديد لسوني. احلى كوبي رايت من اولها كوبي رايت حرام عليكم. من اولها اغنيه كوبي رايت. اوكي تشبه واتش دوغز. Fair game. Take it till you make it. يلا كله يعمل سكان للكيو ار فلافل. لا fair game اسمها. اوكي هلا بيجي إد شيرن يغني. Hi everyone. I'm Jim Ryan, President and CEO of Sony Interactive Entertainment. I'm delighted to be here today to introduce what's next for PlayStation 5. We're now into the third year of the life cycle of PS5 and we've been fortunate to have so many fans. Wow, What's even more exciting is that developers are just scratching the surface of what's possible with gaming experiences that they create. Today, you'll get a glimpse into some of the most breathtaking and imaginative content that will be coming to PS5 and PlayStation VR 2. رح نشوف عناوين جديدة للبلاي ستيشن 5 والفي ار 2. Enjoy the show. بعطيكم ملخص. الجودة حاططها 1080 يا معلم، ما في أعلى من هيك. دائما هيك الايفنتس، الايفنتس ما في أعلى من هيك. Our home. Our way of life. But freedom doesn't come free. No! Sweet liberty! No! Look familiar? Scenes like these are happening all over the galaxy right now. And you could be next. يا ساتر. That is, unless you make the most important decision of your life. Prove to yourself that you have the strength and the courage to be free. Join the Helldivers. Experience true freedom. Requesting air support. The freedom to travel the galaxy and secure the resources we need online to build a better tomorrow. كانها لعبة أونلاين صح؟ مالتي بلاير. Fascinating life forms and introduce them to our sophisticated technology.
في لعبة نزلت قبل فترة بتشبهها. And represent the best. Super Earth has to offer. Wow. Become part of an elite peacekeeping force and work together. ممكن PvE ممكن. Liberty and democracy. في لعبة نزلت قبل فترة بتشبهها. Become part of something larger than yourself. Become a hero. Become a legend. Become a hell diver. Becoming a hell diver may result in decapitation or morbid ejection. Yes, I thought. Hell survive. Coming to PS5 and PC. Okay. Not my cup of tea. أحلى معاد يسعدك. شكرا على السوبر تشات يا جميل. يسلموا إيديك. Sir. Oh my god, Nemesis. شفتوا قلت لكم مورتال كومبات هاد. قلت لكم مش عارف احكي. قلت لكم ريزيدنت ايفل حيكون لها وجود في الستريم. هاي طلع اشعار لمعاد. هلا احنا اذا متعودين على شغله نوعا ما انه الاخبار الثقيله بتيجي خلينا نقول في الربع الأخير صح؟ الأشياء اللي تقيلة الدسمة. سوني بتطور ألعاب خدماتية أونلاين للبي سي وبلاي ستيشن زي هاي اللعبة هيل دايفر. تمام. لحد الآن ما في شيء مهم والله يا عباس. لسه ما بلشنا. بعد هاي ريزيدنت إيفل ديزني وورلد. سايلنت هيل كارتون نتورك ريميك. My family. Don't turn your back on me. راح يكون في 10 ألعاب أونلاين هدول صح اللي شغالين هلا. Resident Evil هجوم السنافر. The attack of the Smurfs. هجوم السنافر. شكرا بدهم يخلصوا الألعاب الأونلاين أول إشي صح؟ لأن حاسة هدول الألعاب كلها بنفس الستايل. نفس الستايل. نفس الستايل. نوم الفاست فاست بيست سريع الجيم بلاي. Ghost Runner. خلص الحدث. يعطيكم العافية. عجبكم؟ شو خطتك؟ ضايل لك 66 يوم لتعيش. اوكي. Just run away. Wow, it won't okay. Make any difference at the end of the day. Okay.
You know better than anyone else. هاي تبعت رونن؟ تبعت رونن؟ That no one could escape. إيش رونن؟ He let you live? What secret did you sell him? Ooh, okay, nice. Oh damn. Okay. Now we're talking. Oh damn. Oh my falafel! Yes! Oh my god! Ah, gameplay! Gameplay! Oh, shara! She hey! One last toast. And we're all done. She hey! Patience is the key. بما انه حكى هالجملة معناته الجيم بلاي صعب. الصبر هو المفتاح بقول لك. هو مفتاح الفرج. شكله كل عملية صد انت بدك تصدها. انسى سكيرو قلبس. الصبر هو المفتاح بقول لك. اكلنا هوا بس انا مش فارقة معي. الجرافيكس شي هاي. صوتي راح. فانتوم بليد زيرو. فانتوم بليد. Knowing you have only 66 شو خطتك إذا ضايل لك تعيش 66 يوم؟ ألعب اللعبة. أتمنى اللعبة تنزل قبل ما يخلص 66 يوم. Coming to PS5 إيش تاريخ؟ ما حركاتكم الأرعى. أعطونا تاريخ حمستونا. ديم شو هاللعبة؟ ميكس كيرو بس على شوي سوبر ناتشورال بزيادة على نيو على فلافل. دايم شكلها صعب مبين انها صعبة. شكلها شغل صد وصد وصد وصد. فانتوم بليد زيرو هذه اللي بدها تنحط على الليست. شكلها فلافل. لا حكوا الاسم شناوي. فانتوم بليد. على بلاد بورن اخف شوي. معك حق. واو والله فاجأتني. جيم بلاي خرافي ومنوع منوع منوع بشكل رهيب. مين فيكم لعب أبزو وباثلس وجيرني؟ ألعاب مشهورة على فكرة. أنا ما لعبتها بس ألعاب تقيلة أو مشهورة كتير بس أنا ما لعبتها بس بعرف إنهم لهم شعبية. أوكي. إيه قلبي بدق بسرعة مش عارف ليه. بطني بوجعني وقلبي بدق بسرعة فلافت. Signs and wonders. شو هذا فيلم روبوت؟ I in my garden could never have imagined. Think of the world we could build if we believed in ourselves. If
if we truly believed in what it means to be sentient. To face the universe without fear or delusion. Imagine vast cities full of life and light. Great towers rising towards the sky. إنك تمشي بالشقلوب. So much would be possible. كل اللي بتحكيه تخيل وتخيل وتخيل إنك تمشي بالشقلوب برضه. If we still have faith. رسومات مبهرة. The Talos Principle. بس سينماتيك في الشي جيم بلاي ما بعرف شو هاي اللعبة. هاي سايلنت هيل ريميك. شفتوا هلا الريميك يتطلب تغيير فهي تغيرت لهذا الرسومات. هاي سايلنت هيل 3 2 1 ريميك. اوه من اللي عملوا جريس, من اللي عملوا لعبة جريس, من احلى الالعاب. اوه هاي خبرية جديدة مش متوقعة. يخرب بيتها لعبة جريس خلتني اعيط في الاخر, خلتني ابكي في اللعبة. الله يوفقها من فلافل. بدون ما يكملوا هذه تسجلت على الليست. بدون ما يكملوا وال والله اشي بجنن. حتى هاي الشخصية بتشبهها تبعت كريس اللي بتغني. اوكي حضروا دموعكم للعبة هاي, حضروا كيلانكس وفلافل, حضروا دموع. والله هديك لعبة جريس انا ختمتها هون على القناة هاي. اخر اللعبة فرطت وخنقت ودموع يعني اثرت فيي بشكل مش طبيعي. طول التختيم وضعي عادي, اخر كنه 10 دقايق ذبحتني. نيفيا المرطب الشهير. نيفا نيفا مش نيفيا, نيفا اسمها نيفيا اللعبة. هاي ريزيدنت ايفل اوت بريك ريميك. اوه هاي كيفن بيقاتل الزومبيز بس متغيرين. قربت. فيها اوت بريك ريميك سفن. من امتى راكون سيتي؟ راكون سيتي على البحر هي؟ لا بس يلا مش مشكلة نقلوها كنه. اوكي سكوير إنكس شكله إشي جديد. هذا مش فاينل فانتسي أو لعبة أونلاين. أونلاين لعبة البلالين. تاز نوب نوب not for me عمي. أنا الألعاب اللي بتكون ملعلطة ألوان, ملعلطة colors أنا ما بحبها. عيني بتزوق من كتر ال too much colors too much.
هذه God of War. هذه هاي إضافة أتريوس. يا عمي ما بحب الألعاب اللي الألوان فيها فاقعة فقع زي هيك. أنا بحب يعني تعرف شو بحب؟ بحب الألوان اللي عاملة زي بلاد بور، الجو الكوث هذا، الألوان الغامقة المرعبة. باختصار باختصار. Ready for the foam star party. 900,000 لون. تحس حالك زي اللي ماكل تلت صحون كنافة. الكنافة زاكية بس لما تزيد anyway. لساتنا في حق. طلع كتاب تلاوين. كتاب تلاوين. Here we find Jot, the plucky squire and his friend. طلبلوشي مستر اس. عبود ارثر دين ميلاد. Our heroes protect the land from the villainous sorcerer Hungrum. مثل جير اخيرا. To the edges of their realm and even beyond. بس متغير سنيك ولا لا؟ There Jot finds a whole new world to explore. هذا سنيك؟ With dangers, surprises, and attractively furnished accommodation. Our heroes must battle Hungrum across the two realms if they are to save their beloved land from his diabolical designs. Off the page and into adventure. خير ان شاء الله خير. اغلبكم تغمقوا الالوان شوي وتضربوا لي على لون الرصاص الاسود الاحمر الدموي. روحوا لي شوي على هاي الحته من الالوان اغلبكم ولا عليكم. او ماي جاد اوكي. او روحوا لماينكرافت. هلا ربيكا وولف ناندو وولف واتساب. ما هو هذا اللي حكيته يا ريبيكا، انه بالعادة الربع الاخير من الحدث هو اللي بيكون فيه نوعا ما اشياء دسمة، وإلا يمرقوا لهم اشي خلال الحدث زي قبل شوي هاي فانتوم بلاي. سايلنت هيل ماين كرافت اديشن. ضافوا شخصيات يوغي بريزيدنت. في صار في عندنا كايبا ريدفيلد. مش اسمه كايبا. ويوغي وسكا. انا الليجو بحب العب لايف، اقعد على الارض واقعد اجمع، هيك بحب الليجو، غير هيك لا. اعطينا صوت الليجو نلعب. سايلنت هيل صار اصير اديشن او نمل اديشن. والله عنده مناورة رهيبة هالعصفور، شفت كيف مرق من سياج الحديد؟ عنده دوج خرافي. أكل الضفدع؟ صحتين. يما شو هاد؟ وال إيش هاد؟ ناشونال جيوغرافيك؟
ناشونال جيوغرافيك. مش هذا سنيك؟ مش هذا سنيك؟ ميتل جير؟ اوه دام سنيك ايتر هذا الجزء الثالث صح؟ صح؟ بس هيك؟ coming to PS5؟ فيش اشي تاني؟ طلع فيش اشي تاني؟ اه هيو حدا يرد على التليفون. اوه يس اذا هاد الاشاعة اللي صدقت ماستر كوليكشن. شو هذا الصوت؟ اوه من الجهاز من البي سي التاني. اوه ماستر كوليكشن. اوكي حسان كمل كمل في كمل كمل. يعني هذه إشاعة الريماستر صح؟ لا احنا عني مواضيع البنا والهذا فكرت شي تاني. طب اوكي في ريميك وماستر كوليكشن، يعني في ريميك لايش؟ لسنيك ايتر هذا الثالث وريماستر للثلاث اجزاء. المشكله سريع الوضع فما فهمت. الريميك اللي جابوا اسمه سنيك ايتر صح؟ اللي هو الثالث، والريماستر للثلاث الاوائل بس ما خلوا رقم ثلاثة صحيح، عملوا مثلث ما خلوا رقم ثلاثة صح. هذا يحمل انه ممكن يكون في تغييرات، هذا يحمل انه ممكن يكون في تغييرات في الموضوع. الريميك سنيك ايتر بس مش ثلاثة، في رقم في شكل مثلث، فشكلها رح تكون زي بداية اشي جديد. Assassin's Creed هاي. Have to believe us. We'd help you if we could. But you're helping us already. We never asked to be saved. Did you think we'd thank you? They'll never forgive us. We're all monsters. طب ركزوا ركزوا بالحدث، بنحكي بس يخلص عشان ما يروح علينا إشي. Final Fantasy 16. آه يخرب بيتكم، نكشتوها للعبة هاي، نكشتوها الله يوفقكم. بالمحتوى الفلافل تبعكم يا بقر. بس شكله في ديمون. شكله في ديمون. لأنه في إشاعة إنه في ديمون اللعبة هاي. إيفا كيفت. Do you believe what I'm about to do is wrong? I was forced to kill. You do it by choice. They don't believe in me. They believe in the powers of the dominant. You can't blame a man for wanting to bring an end to all this, can you? Ever led astray by your blind resolve. And thus is the light of hope severed. We don't need your salvation. We'll save ourselves. And we'll do it on our own terms. Come to me, Ifrit! Come to me, Ifrit! What are the dominants? Oh, Ramu! Mighty acts of God. Titan. Enough of this. I use Garuda to my advantage. You would tell me there is shame in that? We shared a dream. I would be the king of the world. The darkness has taken hold of you. It has made you forget yourself. I don't want to be a monster. Shiva ولا بيها بهامت. Phoenix.
هذا صوت هيو جو من فلاج تيل. طول عمرها فاينل فانتسي رسوماتها مبهرة جدا. رسوماتها مبهرة. في ديمو. في ديمو صح؟ ديمو افيلبل ناو. فيت ويل فول. سيسقط الريليس وورد وايد 22/6. فيش ديمو؟ لانكم فلافل. بلاش. بلاش. احسن. تا تا فيش ديمو تا تا. تا تا. موضوع مثل الجير هذا ابصر شو. I'm trapped here in this nightmare. I run to escape. Every word is a step. Oh, Alan Wake. Alan Wake 2. Yes, Alan Wake 2. والله epic. You're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. رسومات, man. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. So you knew our victim? Only the rumors. He was chasing a writer. Someone knew they were here. Was playing a game with them. Killer left a message. It's for us. The text is about us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. مش بحكي يانو ريفز هذا. واو مان. اوكي شكلها قصتها ايبك. شكلها قصتها ايبك. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Ooh, شو هاد. Easy now. First things first. What's your name? Alan Wake. Two. اسمي Alan Wake 2. هاي اسمي. اوه قربت 17/10. Yes. Damn. ما توقعت تاريخ فلافل. Yes. 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 Assassin's Creed Mirage. Woo. شكل Alan Wake 2 قصتها فلافل. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. اللي بتحكي حاليا هذه ممثلة هندية. اعتقد اصلها هندي بعرفها. ظهرت بفيلم The Exorcism of Emily Rose. لحد الان متذكرها لانه صوتها رهيب. كان ولا زال صوتها جدا مميز. We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor. هذه بتجري احداثها في بغداد صح؟ ميراج. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. بالعراق. And let's go. صح من ايران. صح والله يا معاذ صح. اللي بتحكي إيرانية مش هندية. مظبوط صح. إيرانية مظبوط. The stage is yours, Basil. The stage is yours, Basil. We will be watching. اوه ديم هاد 12/10 وألان ويك 14 كنا ولا 22. اوكي رجعنا للألعاب الحمصية. رجعنا لريميكات سايلنت هيل وريزدنت ايفل ودينو كرايسيس. هاي دينو كرايسيس هاي.
دانو كرايسس قطة ريميك. هاي موسيقى سيفرون. رجعنا للهبل. أحلى إيثن. إيش في بالضبط؟ هذا يفهمني إحنا إيش عم نشوف. كنا لعبة ستري هاي عملوا لها ريميك. خلاص؟ أوكي. بس والله أخبار حلوة. ألان ويك بشهر 10 تو. شكلها قصتها والله شكلها قصتها دمار. والجيم بلاي شكله خرافي وشكلها فرق عن الجزء الأول. والله شكلها بتفرق عن الجزء الأول. هايب. ألان ويك تو هايب. سايلنت هيل فرح يكون آخر عرض صح؟ يعني حاليا بالنسبة لي أهم عناوين ظهرت فانتوم بليد هذا الإشي الجديد وألان ويك 2. إيش تقلق بس هذا شو هو؟ أوكي داينو كرايسيس يما إيه كابكوم نأزتني ستريت فايتر ما هي داينو كرايسيس لكابكوم نأزت ستريت فلافل نأزني الإشعار I've also met my share of enemies. Opponents I had to overcome. My journey knows no end. هاي السنة على فكرة ألعاب القتال دسمة دسمة وراح تكون منافسة رهيبة. Street Fighter 6, Tekken 8 وMortal Kombat 1. راح تكون منافسة شرسة بينهم لأنهم ثلاث عناوين من إحنا أطفال بنلعبهم. فأنا إن شاء الله يعني متحمس أجربهم وألعبهم. Oh my god بطلت ألعب ستريت فايتر خلص وقفت مش هلعبها. شو اللي طلع قبل شوي؟ It's probably worth looking into this nice shawl business. Hadouken. That power seemed to be the Satsui no Hado. طلع زي هالسم هذا مطاط. بايسن. والله شكله رهيب. هاي هوندا. والله بايسن خرافي كبران وشعره طويل وهيك. بطل لابس لبس الضابط هذا. بايسن خرافي. ايش بحكي هو؟ نسيت شو 2-6 بري اوردر بتاخذ هدول الفلافل. نوير شكرا على سوبر شات يسعد مساك يا جميل ومساك وصل للجيكس. نوير ولا نوير؟ احط شدة عليها. رجعنا فقعوا الالوان بوجهنا مرة تانية. مين اللي ماسك سطل الالوان وقاعد برش على الحدث؟ في حدا ماسك سطل الالوان ونازل too much colors. اوه حقك علي يا نوير. عاشت الاسامي يا اختنا وصديقتنا نوير. شكرا على السوبر تشات. نعتذر نعتذر.
في حدا ماسك سطل الألوان هلكنا. لازم نحط عليها فلتر ابيض واسود هاي او اشي يخفف صح؟ هلا كوينز واخيرا God of War remake واخيرا انا كنت متوقع اشي للعبة Lies of P بس امبارح كنا ولا اول امبارح شفتهم منزلين خبر انه هم رح يكونوا موجودين في عرض الصيف Summer's Game Festival هم حاطين احسابهم في تويتر فقلت خلص ما لهوش وجود هون يعني. شفناها هاي قبل شوي؟ لا هورايزن ريميك هذا اسمه هورايزن فوربيدن الوان ريميك او تاور اوف فانتسي طيب Dragon's Dogma واو مين اللي حكى لي عنها هاي وليد كويت we need only believe in your own destiny. انا لعبت الجزء الاول على الاكس بوكس 360 زمان اللعبه كانت حلوه على الاكس بوكس والله انبسطت فيها زمان الجيم بلاي تبعها حلو واو هذا قلب ايش اسمه ما ضربت شيها نزلنا يازك ميدوسا ساتو باكل قلوب هذا والله بالنسبة لي هذه هايب أنا لعبت الجزء الأول وختمته بصعوبة ختمته كانت اللعبة صعبة علي مش سهلة على الإكس بوكس والله استصعبتها بس ختمتها واستمتعت فيها فهذه تمام لا في تاريخ ولا في إشي We know how challenging it can be to find a place where you feel that you truly belong and to find a job that treats you mostly with اعتقد هذه اضافه ايدا separate ways in the cartoon space to have you back oh hi fnaf there were no other applicants hi fnaf strap yourself in and get motivated to an appropriate degree because you ain't seen nothing yet FNAF Five Nights at Freddy's Help! Button Sheesh!
عليك الحمص يخرب بك نقستيني وجع يخلع مخك. ليت 2023 اخر السنه يعني. خشينا على الفي ار. طيب هات نشوف شو في للفي ار. ممكن يعرضوا ريزيدنت ايفل 4 على فكره. لسه بحكي ممكن يعرضوا ريزيدنت ايفل 4 على فكره. صرت اغني. واو مان. عايش مع كافكا مع جد. هلا هي اضافة الفي ار ل 8 كانت مجانية صح؟ ايوه احلى اشي رح يكون الصد في الفي ار. نايس في ار مود ايش؟ مفيش تاريخ كم تسمو بدلنا. تفضل ان ديفلوبمنت قيد التطوير يا شطار. اوكي طيب قيد التطوير. نايس حلو. forgive me father. هذه برضه في ار. اوكي like a lot. you see everything started 2 years ago when I met Fred. And ever since then, it's like I see his face everywhere. And lately, I've started to develop some destructive tendencies. بس على فكرة على هوا ما حكوا ناس عندهم الـ VR بقول لك قد ما تشوف عروض هيك ما بيكون أبدا زي ما تجربها. قد ما تشوف عروض التجربة مختلفة كليا. أنا ما جربت سمعت هيك. تعرفش إذا بالتشات بتأكدوا. لا مش داينج لايت هذي كريس. Your ear off. I'll be right out, boy. But as you know, time waits for no man. Catch you later. هتفقد الذاكرة من الفي ار من الصداع يا سعود. كنت تلعب ريزيدنت ايفل بتفكر حالك تلعب فيفا. زيكو. Looks like today is gonna be a scorcher. أعتقد لعبة زي هيك ممتعة على الفي ار ولا لا؟ أعتقد لعبة زي هيك ممتعة على الفي ار. هلا مقهاوي. لا ما فيش عن سايلنت هيل لسه. خلصت شيبس كبير وما اجى سالتها. جيبي شيبس تاني بركي اجت. او غيري الماركه تبع غيري البراند تبع الشيبس. يمكن اذا جبتي شيبس تاني نوع تاني يزبط الوضع ويجي سالتها. We intercepted comms chatter referring to neurosynaptic tech, but they've gone dark. I don't have to remind you what's at stake here. We need that intel by any means necessary. It's connected to a mind synchronization. وانا حسب ما شفت تصريح لجيم رايان رئيس سوني بقول لك انهم كتير لسه لقدام رح يركزوا على الفي ار 2 وانه في كتير خطط.
الله أعلم. بس شكله بس بدك ترضي كل الأذواق عشان يمشي الموضوع وتركز على الذوق اللي الناس داخلة عليه بأغلبية. أعتقد الرعب والأكشن هو أزبط إشي لهذا الموضوع. أوه Yeah, okay. I need you to focus. The clock is ticking. You have to adapt. Back again? Pathetic! Your heroics mean nothing! You're getting close. You're approaching the center of his subconscious. You think you're a threat to me? I'll never talk! They'll never break me! أبار موضوع الـ VR هذا بيخوف. الله بيخوف. زي ما حكى سعود جوز يجيك حالة من الهذيان تنهبل. تفضل هاي أحلى كوبي رايت. خلاص طيب كوبي رايت على لعبة شكلها عجيبة. أيوة شابت بالسيوف شابت ولابت سابق ولاحق. ان شاء الله بدك تقعد تلعب بالسيوف على هوا الاغنيه. هل عنا يا والله عشان واحد ينهبل. كوين ميوزك فلافل. شوت اب بلا كوين بلا كينج. خلص الفي ار على فكرة. راح الشعار من فوق. ايش رجعنا لخبصة الالوان. What is this? متأكد انه وصل الجد يا ايثن؟ متأكد؟ تعرفوا ايش؟ انا مشتاق للعبة زي ديترويت. مشتاق للعبة زي ديترويت بيكم هيومن. يس سفش. لا يوجد. هلكتونا بالالوان. خلاص خلاص كولرز. شيش شو است الالوان. كنه جليتش. مش جليتش. لا انا تخصصي جليتشات انا. شاهد تبعت لعبة ديستيني بونجي. I think هايها سايلنت هيل. I don't even know where to begin. You've missed so much. We've slain gods. Vanquished nightmares. Fought alongside those who we once fought against. I wish you could have been there. Yeah, me too, kiddo. But hey. Hi, Destiny. I'm here now. هاي الشخصية تبع Destiny صح؟ Wherever the hell here is. I think. Oh, hi, Destiny too. The final shape. فاير ووك. شكله استوديو جديد هذا. Contract cycle
Coming up. 15 seconds. 10 seconds. شغلونا بالفضاء عجب عجب. في كتير ألعاب فضاء آخر كم سنة، شو القصة؟ كتير في ألعاب فضاء كتير، أو الثيم فضائي، الثيم فضائي too much، مش عارف شو القصة. خلاص فضاء خليك على الأرض لا تعلى كتير، ما في لعبة تلعب على الفضاء إلا وفشلت بكير. Will compete for a place in oh my god history. هاي Resident Evil سباق إديشن. اسمعوا، مش في كراش تيم ريسينج؟ هلا رح يصير فينا ريزيدنت ايفل تيم ريسينج. هيها كريس وليون وجيل رح يتسابقوا. ما حبيت احرق عليكم الخبريه هاي. هيها اللعبه، هيها جراند توريزمو ريزيدنت ايفل تيم ريسينج. اي انا اعتقد ان رح اعتقد ان رح انجن هلا. I think I'm freaking. I'm gonna lose my mind. أعتقد إن راح أنجن إذا بجيبوا لعبة فضاء. Thank you for joining us today. Before we get into our final game, I have a few announcements to share. At PlayStation, innovation is our passion. ليش وقف قبل الإعلان الأخير؟ To not just what games you play, but how you play them. Later this year, we will launch a dedicated device that can stream any game from your PS5 console using remote play over Wi-Fi. Internally known as Project Q, it has an 8-inch HD screen. Project Q, شاشة 8 inch. The DualSense wireless controller. لازم الألعاب تكون نازلة على PlayStation 5 عشان تعملها ستريم. I'm also pleased to reveal our first ever PlayStation earbuds, which will bring next generation audio immersion to PS5 and PC. Simultaneously connect to smartphones via Bluetooth. New wireless technology will deliver lossless audio. مش بس للبلايستيشن، حتى للسمارت فونز، ايربودز. Look out for more details soon. Nice one. Today's showcase demonstrates our continued commitment. ضل إعلان واحد. رجاءً. Surprise and delight our players. I want to thank all of you for your unwavering support for PlayStation. العفو، العفو. آخر إعلان. رجاءً إشي مرتب. It's not Silent Hill. It's not Silent Hill. It's not Silent Hill. Slow in your old age, Sega. A fate you will not share. راح أحلق شعري هيك أنا بكرة. I've been in your shadow for hours, but you sense nothing. Pathetic. Hi, Spider-Man. عيال عم كراوزر. Yes. طب عيال عم كراوزر أيوة. Perhaps. Resident Evil عيال عم كراوزر إديشن. سبايدر مان. Oh damn. مين اللي حكى سبايدر مان؟ أنا فكرتك بتمزح. فكرتك بتمزح وتشيها. عن جد طلعت سبايدر. فكرتك بتمزح.
اوكي سبايدر مان جونجل اديشن. فكرتك تمزح. طيب اوكي اكتر تعرفوا ايش اكتر اشي فرحان فيه انا حاليا؟ انه كل توقعات الخمسة اللي نزلتها قبل بفترة زبطت. متذكرين انا توقعت ألان ويك، سبايدر مان جونجل اديشن، كلهم. انا بكذب على فكرة. I'm lying. The beast could be anywhere. You have no idea. Spider-Man! This whole lizard hunt ends now. Leave Connors alone. Nice. You want to hunt? I'll give him one he'll never forget. Hurt the leg of that spider. He's gonna wish he never came to New York. Wow. Switch to Miles. Miles, the hunters track Connors to the Harlem Fish Market. Lizard. I'm on it. Sounds like Craven's checking off his. We don't have much time. Nice. Guess we'll chat later. Genki, the lizard's loose at the fish market. على فكرة بعد الحدث إن شاء الله لما يخلص بدي أجرب ديمو أمنيجا الجديد و Layers of Fear. نعمل نفصل هذا الستريم طبعا نفصله ومنبلش ستريم تاني منجرب الديموهات. ستريم قصير على الأغلب رح يكون لأن الديموهات قصيرة. لا سايرن 2 لا حاليا لا. لا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 بعدين. انا بحب سبايدر مان بس انا كنت متحمس لولفرين صراحه. انا بفضل وولفرين. لما اعلن عن وولفرين تحمست لها كثيرا لانه حتى انا بتذكر العاب وولفرين على بلاي ستيشن 2 متذكرين هون كانوا حلوين. ما بعرفش امتى نزلوا زمان كانوا رهيبين. أنا حالياً محبتي بالله سؤال سامرز جيم فيستيفال هذا هل كونامي من ضمن الشركات المدرجة ولا لا؟ تعرفوا إيش أنا رح أشوف احكولي بالتشات بس أنا بدي أشوف. لا واو عن جد واو get behind me. عن جد مش فاهم انا ايش فيه بالضبط. انا نفسي اخذ لي تاكسي للمقر وافوت على رئيس مجلس الاداره واقول له عمي ايش فيه ايش فيه.
ايش في؟ ماشي كابكوم ما عملت اشي لريزدنت ايفل بس الها حضور الها حضور بالعناوين مختلفة ستريت فايتر 6 ما فيها الا بتدعمها تسويقيا دراجونز دوغما 2 اي مين كم اون استغل الايفنتس استغل الايفنتس ايش اللي عم بيصير هناك فشي فشي مش موجود ما في كونامي في ال جامرز سامرز جيم فيستيفال جامرز سيم فيستيفال سامرز جيم فيستيفال ولا حتعمل إيش كونامي ولا حتعمل إيش مش احنا استنينا This is really really exciting. Keep it tight, man. Watch out for those drones. Don't worry. They think I'm a friendly. موضوع متل جير كان محمس صراحة أكيد أكيد الفانز اللي خاتمين السلسلة ومتعمقين في القصة أكيد انجنوا من الفرحة فقدوا عقلهم ما هم حق إذا عن جد هو ريميك لسنيك إيتر بالإضافة لريماستر لأول ثلاث أجزاء فهذا كوليكشن رائع بس يعني هلا هي مثل جير هي كونامي صح بشاير بنتظر 10 سنين ثانية يا حسان اوكي خدي وقتك مثل جير كونامي صح بس ما استنوا شوي ظهر شعار كونامي لما عرضت مثل جير ظهر شعار كونامي لما عرضت متل جير لا صح ما ظهرت ليش ما ظهرت مش ما كنت ادري ناسي لانه ما ظهر الاشعار اصلا تبعها انا ناسي اصلا انها كونامي لأول مرة هي مثل جير بدون كوجيما صحيح والله ما أنا عارف يا فهد بس إذا بدنا نمشي على نظام سايلنت هيل مش إحنا شفنا حاليا تيزر لمثل جير يمكن بدنا نستنى كمان 8 9 10 شهور لينعرف إشي تاني عنها هاي سايلنت هيل قبل 7 شهور سمعنا عنها لهلا إذا في شيء عن سايلنت هيل رح يكون في حدث لكونامي وبس يمكن شعار ما ظهر ممكن بالأول عشان عنصر المفاجأة بدون حرق للإعلان مش شرط ممكن كونامي مش موجودة بحدث سمر جيم فيستيفال مش موجودة في القائمة He got away from us. It's good, Pete.
I saved the tracker. Let's go, man, before he gets too far. No. He's mine. You sure? He's got big teeth. So do I. شكلهم بدهم يختموا سبايدر مان في الحدث. شكلهم بدهم يختموا اللعبة هلا في الحدث. سبايدر مان. صيف خريف 2023 خلصتوا؟ خلصوا. خلص ختمناها بالبث. اه يا شكلها حلوة. هاي شكلها حلوة. صحيح اللعبة الجديدة لمطورين جريس شكلها حلوة كمان. ايش اسمها؟ نيفيا. نيفا. خلاص الحدث عبارة عن فضاء وألوان. That's it. فضاء وسط الألوان مشوش. Oh my god طلع كيف أنهوها. أنه خلاص. Are you done? Are you... She's done. Okay bye. Thank you. أنا مبسوط على الآخر. طيب شو رأيك؟ شو رأيكم؟ إيش هاي الحركة الأخيرة؟ بلا بلا بلا. بتخبطوا علينا قاعدين بتخبطوا علينا بع بع بع. صوت الالوان وفضاء. اوكي لو نطلع على الاشياء الايجابيه في شويه اشياء ايجابيه حلوه مش عاطله. الاعلان عن ميتل جير يعني هذه شغله كويسه بالنسبه لي. اذا بدي اشي واحد بس انه يختصروا 90% من المشاهد او وقت المشاهد مده المشاهد يختصروا 90% بتكون اشي صبابه. لعبة فانتوم بليد شكلها محمس اللي بتشبه سكيرو على نيو وعن مش عارف ايش شكلها رهيبة. Alan Wake 2 is amazing. Alan Wake 2 انا شكلها قصتها رح تكون رهيبة. شكله في قصة ممتازة وراها. ونيفا نيفيا اللعبة المطورين اللي عملوا جريس. انا مش كتير فان لسبايدر مان يعني. انا سبايدر مان بلعبها بتسلى فيها بس مش يعني مش من الالعاب اللي بستناها. ايش في كمان؟ في ايش نسيته؟ موضوع سايلنت هيل هذا ما انا عارف. شكله موضوع سايلنت هيل زي ما حكى ايثن رح يكون اشي فجائي زي ما صار زمان. اشي فجائي وحدث خاص بكونامي فقط. الله اعلم. بس يعني هو الواحد الاشي اللي بحبه بيكون بده مصلحته. بس انت يعني كشركة من ناحية تسويقية يعني راح تستفيد اذا كنت من ضمن هذا الحدث اللي انا بتذكر لما فتحت اليوتيوب اشي 80,000 كاينين في الستريم. بعرفش هلا قديه اشي 80,000 قاعد بحضر الستريم. يعني هادي من مصلحتك انت من ناحية تسويقية. اعمل حدث خاص فيك وحدا إله عندك اعمل حدث خاص فيك. بس يعني زي بقية الشركات يعني شوف الأحداث التانية شوف الإيفنتس التانية State of Play لا State of Play Showcase Summer Game فلافل وات أي شيء أي شيء. يعني ما مش فاهم
أنا مش فاهم ليش ما في تسويق. زمان شفنا الإعلانات عن سايلنت هيل من إنه 7 شهور يمكن. وشو صار في اللعبة اللي المفروض تنزل هاي السنة أسنشن؟ آخ أو ماي جاد. موضوع في ميزانيات التسويق، ايش كونامي معهاش فلوس؟ شركة عم تشتغل على 5 عناوين لسايلنت هيل معهاش فلوس، متعاقدة مع استوديوهات بلاوي معهاش فلوس، شركة زي كونامي معهاش فلوس تعمل تسويق؟ معقول؟ مش نو مان كم اون بي ريزونبل. مستحيل. لا هيل بليد 2 لهذه لمايكروسوفت. شكله ريماكي بيصدر السنة الجاية، شكله هيك على فكرة، شكله تم تأجيل الموضوع سنة بس بدون ما يحكوا. يعني إذا بدنا نشوف إشي تسويقي لسايلنت هيل آخر السنة، آخر السنة ما هو عالم. المشكلة ليش ما يعرضوش عنوانين ضخمين بنفس الحدث؟ ليه 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 ليش؟ وين المشكلة؟ ياكلوا الحدث، ياكلوا أكل، زعلانين هم ليه؟ إذا عن جد هذا تفكيرهم ليه؟ إيش حنقول؟ أوه لا شفنا متل جير بدناش نشوف سايلنت هيل، وقف. أو شفنا سايلنت هيل لا متل جير وقف ناشي نشوف ناشي نشوف. لا حكوا سنة الإصدار يا شناوي، حكوا 2023 أسنشن. أنا متذكر حكوا أسنشن 2023. لا بلاد بورن 2 هي إشاعة ولا زالت إشاعة؟ لا بلاد بورن 2 أوكي ما ظهرت. أنا ما يعني أنا مش حاطتها أصلا احتمال إنها تظهر بلاد بورن 2 لسبب بسيط، إنه بعد بلاد بورن 1 شو اسمهم فروم سوفتوير عملوا ألعاب تانية بعد. يعني لو هم معنيين في Bloodborne 2 كان عملوها بعد 1، بس يعني عملوا ألعاب تانية، عملوا Sekiro وعملوا Elden Ring، فأنا مش حاطط لها احتمال قوي جدا Bloodborne 2. لا مش حاطط لها احتمال كبير. بس في شغلات تانية. أنا قصدي الريميك. أوكي أوكي قصدك كسالت هل 2 ريميك. لا ما حطوا لها سنة. لا صحيح ما حطوا لها سنة. أنا مش زعلان، أنا متضايق عليهم، لأنه أنا عشقي لسايلنت هيل لا يقل عن عشقي لريزيدنت إيفل أبداً أبداً. فأنا يعني مقهور عشان بدي مصلحة اللعبة إنه تسويقياً يكون ماخذ حقها وتبيع عشان الشركة هاي تتحمس وتعمل أشياء تانية. هذا اللي بدي إياه، بدي عن جد بدي مصلحتها. بس مش فاهم، مش عارف. رح نعمل بث قصير بعد هذا البث، نلعب أمنيجا وليرز أوف فير ديموز ديمو. هلا كريمزن. لا وفي ناس ناشرين إشاعة إلهم فترة انه سايلنت هيل اشي ذا شورت مسج. بديش شورت مسج، بديش عناوين جديده. اللي اعلنوه يقولون شو صار فيهم. شورت مسج لونج مسج بديش اي اشاعات لسايلنت هيل. خلينا ماسكين في الاشي الرسمي. شو صار في الاشي الرسمي؟ بس رح تلعب سبايدر مان 2؟ ما لا ما اظن. تلاقي الخير يا ساره. بعد المشكلة عندي كمان انه انا لانه عندي قلق ما
أنا هذا هو اللي شوي هيك عامل لي فلافل، إنه أنا عندي شوية قلق من بلوبر تيم، أنا عندي قلق شوي عشان هيك. بعدين ما في ما في تويتس، ما في استغلال للسوشيال ميديا، أي إشي أي إشي، مثلا صورة برمز غريب خلي الناس زي تشطح وتسرح، صورة جيف متحركة، فيديو لا يتعدى 5 ثواني، حدا بيمشي، وحش بيصيح. يا عمي أقول لك حط صورة سودا وحط لي صوت السايرن تبع سايلنت هيل، صوت الانذار بس، اي شيء اي شيء، كوم اون. بديش العب. اعملها انا على البريمير، احط صوره سودا عليها صوت الزمور، كتير صعبه يعني. احكوا للناس نحن هنا، احكوا للناس نحن هنا، نحن نعمل، نحن نطور، إننا نسعى لتقديم لعبة جميلة لكم. أي سخامة، طلع أنا شفت تم بكل المحارم اللي حوالي بدل ما أخذ واحدة. أي إشي يا زلمة، أي إشي، بدناش تاريخ سخام، بدناش جيم بلاي، أي إشي فيه إنه نحن هنا. برضه هذا إشي كتير، هذا إشي كتير صعب. وحتى الناس مش عم بتطلع إشاعات وبتسرح. Resident Evil إذا في إشي بمصلحتها، وكابكوم أعتقد ما لهاش علاقة في الموضوع، بس في إذا في إشي في مصلحة Resident Evil، إنه على قد ما هي موجودة على الساحة بتلاقي الناس بتشطح في الإشاعات، وأنا أولهم، مش فارقة معي بشطح شو هو يعني إيش. الإشاعات في Resident Evil والأشياء اللي بتطلع عليها كتير حاطة السلسلة على الساحة والناس بتحكي عليها كتير، وحتى إشاعات عن السلسلة تبعت أو عن عناوين Silent Hill الجديدة ما في، ما في إشاعات. مثلا قصة Silent Hill F، قصة Ascension، قصة Townfall، طلعت إشاعة إنه البطل شعره زهري، طلعت إشاعة إنه البطل لابس فستان لأنه بلاش أحكي، طلع انه ما إلوش عين، بدل عينه طالعت له اجر، طلع انه مثلا سايلنت هيل اف اف معناها اف عليكم، اي شيء ما في. مثلا انا شو حكيت قبل شوي، والله ما عارف شو حكيت للأمانة. لو حدا يقول لي حسان عيد شو حكيت ما راح اعرف اعيد، مش عارف شو بصوت. أنا مش عارف شو حكيت، حد شي يسألني شو حكيت ما بعرف، خبصت إشي. أنا حكيت البطل لابس فستان. هلا تذكرت شو حكيت. بس يا جوني، كونامي شركة ما إلهاش سنة وسنتين، وكونامي شركة طورت ألعاب زي من قبل، وعارفة شو يعني لعبة، وعارفة شو يعني تسويق يساعد في بيع لعبة. يعني المفروض هادي إحنا اللي ما إلناش علاقة في إدارة الألعاب فاهمين الموضوع، ما إلناش علاقة. أنا بشتغل في شركات زي كونامي، بشتغلش فيهم، بس يعني في إشي 101، في إشي بيسكس، في بيسكس، في أساسات. حسان وقلت البطل شعره زهري عن جد؟ معلش شكله مخي بطل يفتل. يا أنا كمان كان عندي أمل. Yeah, it's okay. صح والله معك حق يا جوني، هاي الإدارة شو صار فيها بعد كل هاي الفترة، صحيح الله أعلم، معك حق، صح الأمور بتتغير.
تأثرت بالفضاء وسطل الألوان. أنا صحيح تأثرت بالفضاء وسطل الألوان اللي انكب علينا في الحدث صح. أحلى عبد الكريم. آه أنت كمان أكيد زعلان، أنت بتحب سايلنت هيل وأنا متضايق كتير. شكلها مثل ما قلت توهقت كونامي وشكلها بتأجل وقالت يوم وقت الإعلان، خلنا نسكت الجمهور شوي من كتر ضغط الجمهور. وبالمقابل كابكوم ما كانت مر سنة بدون إعلان أو إشاعة. طب أقول لك، تعرف أنا محبط لدرجة أدي، مش محبط، متضايق لدرجة أدي ينزلوا إعلان إنها تأجلت. أنا موافق، مش فارقة معي، يقول إنها تأجلت لل 2024 أنا مش فارقة معي. شوف لوين مش فارقة، يقولوا إنها تأجلت. حسان قلت البطل عنده إجر بدل عين. أنا حكيت هيك. أوكي أعتقد إن انجنيت، أعتقد إن انهبلت. لا بعيد الشر بعيد الشر. أوكي يسعدكم، شكرا على اللايكس. والله إذا في حدا بيثلج الصدر فهو أنتو. أي والله بلا حدث بلا فلافل. طيب اسمعوا، هاي الساعة 12:30، خليني أفصل هذا الستريم عشان نلعب أحضر القعدة، لأن أنا مش محضر الجهاز الثاني وهيك. رح أسكر هذا الستريم وخمس دقائق عشر دقائق بالكتير برد أرجع مرة تانية نشوف شو قصة أمنيجا في ديمو، ونشوف ديمو Layers of Fear التنين صار، فمنشوفهم مع بعض إن شاء الله. بس أعطوني عشر دقائق أجهز القعدة وبرجع لكم. تمام ماشي يا حبايب، شكرا لحضوركم الأكثر من رائع، سواء كنتوا في الشات أو اللي بيحضروا بصمت. شكرا على اللايكس، شكرا للدعم، شكرا لعبد الكريم وبشاير وأختنا النوير، مش أخونا أختنا، ومعاذ وميرك وكريس ريد. شكرا يا حبايب، أعطوني عشر دقايق وبرد أرجع إن شاء الله.